لا شيء يعادل متعة القفز في مياه باردة حينما تتجاوز درجة الحرارة عتبة الأربعين. شيب وشباب اجتمعوا هنا ليرتموا في أحضان مياه نهر دجلة المنعشة، ففي ظل إغلاق مختلف المرافق الترفيهية الأخرى بسبب كورونا، يشكل هذا المكان متنفساً حقيقياً لهؤلاء. حرارة الجو مرتفعة جداً وماكو شيء ترفيهي هنا. أكثر شيء النوادي سدت، المقاهي سدت، الشغلات كلها سدت الترفيهية، فنجي نام قبل وقت ونفس الوقت يعني برد نفسنا. تعبنا، قاعدة بالبيت، قاعدة بالبيت، قاعدة بالبيت، تنقلي. تعبنا. الكورونا ما راح تموتنا. الحالة النفسية راح تموتنا من القعدة مال البيت. تعرف يعني أطفال. تعبنا كلش تعبنا. احنا ما متعلمين العراقيين نقعدش قاعدة بالبيت، ما متعلمين. وفجأة جتنا هاي يعني صعبة علينا نتحملها. وبعد أيام طويلة من الحجر المنزلي، يشكل هذا المكان مناسبة للبعض للتدرب على السباحة وفرصة للآخرين لاستعادة لياقتهم البدنية. خلينا نلعب مصارعة في ذهننا حتى نبقي لياقتنا مستمرة، لأن بسبب الكورونا القاعات مسدودة، فنبقى يعني نجي نعشط احنا والمدرب حتى نبقي اللياقة مالتنا. إطفاء هؤلاء لهيب درجات الحرارة بالارتماء في مياه دجلة يزيد من مخاوف تسجيل ارتفاع في عدد إصابات الوباء، الذي يبدو أنه لم يعد يخيف كثيراً من الباحثين عن اختلاس لحظات الاستمتاع بأجواء الصيف رغم أنف كورونا.